مرحبا، مساكم الله بالخير ونور. موت غمي يا ابو سيف، حشيش ما حد ليش ما حد لازم خير الله وخيرك لازمني. قسم بالله شوف، واحد لو ما يبي يتكلم نعمه طايحه ما حد ليه. براشد نسوي عيال مسوي لنا لهوشه هوشه عندها راسين لا ترتيب علي انت. اسمعوا يا ابوي، لا تسوي لنا مشاكل، لا تسوي لنا مشاكل، تعالوا بقبر كم كم. انتوا تيملوا ما تيمل. انا ما عندي مشكله بتيمل، خلاص بيراونا بعسو ما بيراونا فهد. قول لي بتخيس يا انت ومسيرو، قول الذرة بتخيس. شو كيف راقده هذا تخيس براشد ونخست ما في فايده. انزم سوينا له هوشه عيال الحلال، مسوينا راسين عنده راسين هالكثر كثر وشباه. انا ربيعه واخوه، اذا ما اعطاني انا من بيعطي الغريب. تستاذن من عنده استاذن يك يا طيع. خساره والله خساره. احنا ربع اخوان يعني، انا بغيت انتم شيء من عندي شليتوا. انا بقول لكم ليش شليتوا. اللهم صل وسلم. شلوا الموتر سيروا هناك، واذا سال عني كنكم تدوم روحكم يا عيين، وانتم طالعين تلقوني اترياكم هناك. زين ارتبوا الامور بطريقتكم الخاصه، لا تاخروا علي الشيء. ولا اخبركم احنا ربع اخوان. نعم صح لما صح. نعم. الناس للناس والكل بالله. انا بيكم هناك، ما تبيكم من احش عاد. خلاص هو من شوفني حاشنا ما بيقول شيء. انا عارف يا تنسي ما انطريك. ايه شو الموتر شلوا ما انطريك طول قدام. لين انا احش عرحت الشيء مفاد. والله حلفتك بالله انت وياه ما تخبروا. هذه سرقه فهد. هاي من يسال على وصل عنا بالتمن. هذه سرقه. عينك هذا حي وكذا. يعني احنا تو صرنا وينا وكلينا وشربنا من صحن واحد، لكن لا مسكت من عنده انت. ترى مزرعته مزرعتي. يا سلام هذا هو حلال حلال هذا هو. بس سوق ابو عز معزم. يا مرحبا. فدية كزره يا يا مرحبا الساع. ملاح مرحبا ولا غير. انا قلت اليوم ما بتجون المغرب. سامحنا تاخرنا عليك. والله مبوكم ما مستخرين على البصمه ما الدوام. كان ما يتطول مفتك منكم. ما يصير يوم ما نشوفك احنا بعد. لا لا ما يصير يصير كما يصير. والله لا تلومنا على تاخرنا والله. حتى توني اسا اقول واشوفها اليوم الليل الاثنين وين ذاك اللي قال وصف ثالثه. تبى اخبرك صدق ولا اكذب عليك؟ مات؟ وش عين؟ عندك او بيني وبينك جايين احنا وياه. يوم وصلنا عند الدروازه ما شاء الله الحشيش عندك فايش. قال انا بحش ومن تخلص رمسه خطوة علي عند الباب. عاد انا ما عرفت ما اخبرك. نعم يا ايف موتر. نعم ايف موتر وبعد. نعم هذا وين اسير ادوره في الحشيش؟ وين ادوره في الحشيش؟ وين التعن؟ وين زال؟ عيزني هذا الريال تويره وبنشرناه في سيارته وكسرناها ضرب وضربنا. هذا وش من لوالم في خبل حشيش؟ وانت من قلك تزرع له حشيش؟ لا انا ما بزرع عشان خاطره. ليش؟ زي ابوي شافيه بيش. زي ابوي عطى انت بعد. وش يعطيه فهد؟ يحط فلوس يشتري هذا زارعين ترانا نبيعه. احنا ما زارعين بلاش. بصير ليه فهد؟ الناس للناس. بصير ليه فهد؟ حرام لا بيكله. بقتله. وين دخل؟ وين دخل؟ مره عند الدروازه. مره مع الدروازه. بعد وايد زارع. بعد انزين زارع لنا انا سبيل، زارع لنا سبيل، ترى زارع لنا اللي نبيع منه يترزق منه. طول المزرعه مخلينها واقفه حتى ذا البنيان بيتغطى الحين ما شاء الله على الحشيش. وانت من كيسك؟ من كيسك عن يكون تعطانا شيء؟ خلى ما تروح مزرعه حتى. يعني شيء انا فهد بس الموضوع انه يغري اللي يراعي الحوش وهذا كلهم بيجيبوا منه. صح ولا لا؟ انا يا كانتي بالصدق انا متغصص. انت شو رايك؟ متغصص ما ابيع المزرعه. قول شو رايك هالبلاد دي؟ اخليكم هنا تلتعنوا انت وياها. انا بقول لا تاخذ راحتك بمزرعتك، لا تاخذ راحتك ببيتك، لا بروحك مسوي لعمرك سبب. يا ابوي عطوا، انا اقول عطوا. ما بعطي يوم واحد عطوا بس. ما بعطي من تخلص مالك ده بنيك المزرعه احنا. لا طايع تبيعه، لا طايع شيء. شوف كيف طوله ما شاء الله. وين ذا؟ وين ذا؟ ما ظني بتحصله اليوم. ما ظني كيلو ما شاء الله حشيش مره كيلو قدام كيلو. صل على النبي. قول ما شاء الله. قول ما شاء الله بتحسبنا انت بعد. ما شاء الله. ولك عني واتساب. انا عندي لك ترتيب. الحشيش هو يوم بحشه وين بيشله؟ بيشله هالخشله ذي. وهالخشله وين؟ هذه ما قدام عينك. هذا التواير اخوي بطلهن. احد هذا لا يجيبه تواير ولا يجيبه. هذا اللي كان البق فيها طول السياره يمكن. اما كذا ما يجيبه ذي. هذا فيه خبل حشيش. انا ناس تخبل خبل فيها خبل اوادم، لكن هذا فيه خبل حشيش. انا اقول بطل هالتواير وغلاها من سيرت يوم. ما حطيت تعرفه. تلومني فيه تلومني فيه. تقول انت تبلى تنادع انا بول الحشيش زارعيننا ذراد نبي نبيع منها تعبانين عليها. يجي منه كل يوم يبي حشيش. ما تنلا حيس على السكان. حيس على السكان.
انا ابو حتى مزارعنا حش على السكان حش انا بعرف كيف بيشيل لهم حش حش عليه شويه كذا حش عليه حش عليه حش عليه حش عليه حش عليه حش عليه هيس 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 خذ مرة انت خلا يشيل له الحشيش خلا يشيل له الحشيش ابا احنا تبعت اليوم هيس قول لي حمل الحشيش حمله دار عنا ليه انا دار عنا ليه اني باش ماله انت نشبطت واير بطر هنا يلعب وانت معاي منك قبض الدار تبعه هدي عمي ما بهرب عيون الاخرين لا تيوني طول السيمة من داخل بالله بعد لا تيبهم ربعة ما بها ربعة تخسرني غربي ناقعة غربي غربي ساعته تمد غربي ولا غيرها على عاكس يعني ما شوفك مستردح الا بتخيس خلها السردح ان شاء الله تخيس ولا غيره انت عراسك انت يعني دار عنها عراسك انا انت مجور انا جر ما باجر وراك انت تجر انا ابو احنا تعبانين عليك رانا تعبان كل يوم ويت كل يوم ويت ما عندك شغل اقول لك بتخيس خلها تخيس خلها تخيس لا حول الله ما رازق انك اصلا نجر الله ما رازقنا ولا انه ما انها ما حد ليه انت صليت على النبي علم من ذكر يا ابوي هذه هاي دارنا نبيع منها نترزق منها اذا انت بتجيب تشل بلاش واذا بيجيب تشل بلاش وذاك بيشل بلاش ما ولفت ثاني احنا خساره ربع اخوان براشي تعبت ربع 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 اخوان على على على, على تو وايد حاج وايد حاج زين شيل شيل الموتر هناك شيل الموتر هناك وين شيل الموتر شيل الموتر انا قربه انا ما كل يوم بيك على العنوان هذا فوت وراشد تعال زعل زعل سير حمله حمله خذوا مره امور طيبه توكل خذوا وين كم حطيت تحت التاير وش؟ حمله حمله اقول لك مره ثانيه نيت وبدون شوري وشليت شيء بدون شوري من هالمزرعه اذا ما انطر لك راسك المره بهالمانه تاير راسك بطل انت خبير انت وش؟ انت خبير انت وش؟ اخاف الله ياخذها من عيشه الله ياخذها الله ياخذها من عيشه ثاني فطر الحشيش ما يسوى الحشيش ما يسوى والله ما يسوى 3 ريالات يطول التواير لويش انت ما يسوى